مرحبا بكم أينما كنتم. مع استمرار خروق نظام الاتفاق الهدنة، أعلنت موسكو أن المهمة الرئيسية لوقف إطلاق النار هي الفصل بين المعارضة المعتدلة والمجموعات الإرهابية، مطالبة واشنطن بتنفيذ وعودها في هذا المجال. من جانبه، شكك النائب الأول لمدير إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية فيكتور بوزنيخر في أن تتمكن الولايات المتحدة من تنفيذ واجباتها بفصل الإرهابيين عن المعارضة المعتدلة بشكل تام. اتفاق يثير التساؤل حول هذا البند وحول من تعتبرهم روسيا إرهابيين، وما هي معاييرها في ذلك، وهل تم أخذ وجهة نظر المعارضة السياسية في هذا الاتفاق أم ظلت على الهامش بين طرفين يخوضان حربهما في سوريا بالوكالة. أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج زاوية حرجة، حيث سنناقش هذه المحاور مع كل من المحلل السياسي هيثم سباهي والمستشار أو مستشار الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ من عندك سيد يحيى، بداية يعني هل ستكون واشنطن قادرة على فصل الكتاب المعتدلة عن جبهة النصرة أو من تعتبرهم روسيا إرهابيين بعد أن اتهمتها موسكو بالتقصير في ذلك؟ المشكلة بعملية الفصل بحد ذاتها كآلية، فبدلا من أن تقوم بعملية فصل كان بالإمكان أن تعزز الجهات التي تدعي دعمها وتنجز شيء مختلف على الأرض، لكن الآن هي تخضع بطريقة أو أخرى إلى الأوامر الروسية وتقدم لها الهويات والخرائط إلى آخر هنالك. هذا الأمر أعتقد أنه من الصعب أن يتحقق ببساطة، لأن التمازج وتداخل والآليات العمل والأغراض إلى آخر ما هنالك كلها متداخلة مع بعضها البعض، ما يجعل صعوبة كبيرة في تحقيق ذلك. فإن أصرت الولايات المتحدة، إن أصرت روسيا على هذا الشيء، فحقيقة من الواضح أنه طلب تعجيزي. إذا نظرنا إلى طبيعة الاتفاق الذي تم، نعرف تماما بأنه صمم بالدرجة الأولى ليكون على هذه الدرجة من التعقيد بحيث يصعب تطبيقه. لأن إذا نظرنا إليه نجد أن التصميم بالأساس وجد لتمضية الوقت، ربما يقال هكذا، أو رفع العتب، أو لم يصمم هذا الاتفاق ليعيش، بل ربما للحفاظ على ما تبقى من ما وجه الفريقين اللذين وقعا هذا الاتفاق، ولم يأخذ عين الاعتبار الدم السوري. بالمختصر هو اتفاق وجد لإدارة الأمور وإدارة الأزمة ربما، لا لحلها، لا لوضع حل. بالدرجة الأولى نلحظ فيه مسألة احتكار الفريقان، احتكار الفريقين لهذا للمسألة السورية بينهما، وعزل أو إبعاد جهات أخرى ربما تكون منخرطة في هذا الأمر كأوروبا وغيرها. فهما يتحملان مسؤولية الأعمال التي يقومان بها. وعودة على النقطة التي أثرت حول إمكانية الفصل، أعتقد أن هذه قد تكون صعبة، لكن من ناحية أخرى أستطيع أن أقول أن عملية التصنيف بإرهابي أو غير إرهابي ربما تكون صعبة جدا. فإذا نظرنا إلى الممارسات التي تمارسها روسيا بالذات عندما تخرج بطائراتها وتدمر سوقا أو مشفى أو يقضي أطفال بسبب قصفها، لا أدري ما يمكن أن نصنف هذا الأمر، وهل تدخل روسيا في التصنيفات هذه، وهل تعتبر إرهابية بتصرفها، ربما بسبب أنها عضو في مجلس الأمن أو دولة نووية لا يتجرأ أحد أن يقول لها إرهابية، لكن الإنسان السوري الذي عانى معانا يستطيع أن يقول لها إرهابية وألف إرهابية للأسف، وهي قوة محتلة أعتقد الآن في سوريا. نعم، أبقى معي أستاذ يحيى.
أستاذ هيثم، يعني ألا تعتقد الآن بأن روسيا وواشنطن تريدان لهذا الاتفاق الفشل رغم كل هذه الدعاية الإعلامية الممنهجة بين الطرفين؟ يعني حاليا الطرفان في قراءات البعض لا يعنيهما سوى التبادل الاستخباراتي والعسكري على الأرض، ولا يعنيهما مسألة الملف السوري. كيف تقرؤون ذلك؟ أولا مساء الخير، مرحبا بك. إلى كل السيد دكتور العريضي. بالنسبة لروسيا أو الولايات المتحدة، يعني روسيا والولايات المتحدة تسعى لمصالحهم في عدة مناطق، ومنها منطقة الأزمة السورية. نعم. أما ما تم الاتفاق عليه يعني هو نتاج مراحل، والولايات المتحدة على ما أظن أرادت لهذا الاتفاق حتى يتسنى لها يعني تخفيف انخراطها في الموضوع في فترة الانتخابات الأمريكية، وتسليب هذا الملف على أفضل نحو للرئيس القادم أو الرئيس القادم للولايات المتحدة. هذا ما تم الاتفاق عليه. أما الاتفاق يعني الجميع سعى إلى هدنة بما فيهم دمستورة وجميع اللاعبين، دعني أقول، على الأرض السورية ليوقفوا زحف الجيش العربي السوري باتجاه حلب أو مناطق حلب الشرقية. وتم هذا الاتفاق ووافقت الحكومة السورية عليه، وطبعا روسيا والولايات المتحدة هم راعيان لأي عملية سياسية أو لأي اتفاق، كانوا راعيان لجنيف وراعيان ومنخرطين تماما في الأزمة السورية، إما بالدفع نحو الاقتتال أو بالدفع نحو السياسة والتفاهم السياسي. نعم. هذا هو نتيجة المباحثات الروسية مع الولايات المتحدة، وروسيا تعمل مع حلفائها على الأرض من ضمنها الحكومة السورية وإيران وغيره، والولايات المتحدة أيضا تعمل مع حلفائها. وإذا أرادت الولايات المتحدة التخلي عن هذه الهدنة أو التخلي عن أي شيء، فهي تتخلى عن الجماعات التي دعمتهم في خلال 6 سنوات الماضية. نعم. دكتور يحيى، يعني كان في السابق يخشى من أن تقدم هذه الإدارة الحالية قبل رحيلها على توقيع اتفاق ربما يسمح للروس بأن يعيثوا يعني شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في سوريا. يعني البعض يقول بأن هذا الاتفاق واتفاق التنسيق بين الروس والأمريكيين ربما سيكون اتفاق باطل، نظرا لأنه يخالف قانون أقره البنتاغون في من قبل يعارض هذه أو التنسيق مع روسيا. كيف تقرؤون ذلك؟ يعني البعض يقول أن روسيا تريد استجلاب هذا الاتفاق إلى مجلس الأمن لتحصل على قرار لإبادة الشعب السوري بقرار أممي. لا أعتقد أنه من المجدي أن نضع الأمور بصيغتها المطلقة بهذه الطريقة، لكن أقول أن لكل من روسيا والولايات المتحدة أجندات محددة. نفكر سوية، مثلا ماذا يريد بوتين؟ بوتين كرئيس لروسيا عاش الثمانينات عند نهاية الاتحاد السوفيتي، ويستشعر حقيقة ويبت في علامه أن الغرب هو المسؤول عن انهيار الاتحاد السوفيتي، ولا يفتكر إطلاقا بحالة الفساد التي كانت سائدة إلى آخره، وهو يسيطر على الإعلام ويبت هذه البروباغندا بشكل واضح. يريد أن يقدم نفسه إلى الغرب بشكل بأنه هو إنسان قوي، وإن نال هذه الاعتراف من الغرب إن كان من أوروبا أو الولايات المتحدة فيكون إنجازا لا بأس به، وهو يعمل على ذلك. توفر له حقيقة إدارة قررت منذ البداية، مع أنه السيد أوباما حصل على جائزة نوبل للسلام وذم وهاجم وانتقد الإدارة السابقة لبوش التي خلفت كل ما خلفت من مآسي في العالم، أتى على أرضية يريد أن ينشر السلام، لكن وتبع ذلك حقيقة نأيه
بنائه بنفسه عن المأساة السورية، إما مخططا مختارا وبخبث، وإما عن نية حقيقية بأنه يعني بنفسه عن ذلك. نحن نعرف ببساطة شديدة أن عندما قيل أن أوباما، سياسة أوباما أنها سياقة من الخلف أو تحكم عن بعد بهذه الأمور، ندرك بأنه يترك جانبا مسألة ستؤثر تاريخيا، قد لا تكون تبعاتها الحاضرة الآن على الولايات المتحدة، لكن تاريخيا سيكون لها تأثير كبير. فأنجز هذا الإنجاز الآن وسلم هذا الملف لروسيا، وأشبع غرور بوتين بطريقة أخرى ما يصبو إليه بأنه إنسان قوي ويعتبر فيه في الغرب. بوتين من جانبه له أجندة خاصة، إضافة إلى رغبته بأن يثبت أنه قوي، لديه ملفات مفتوحة من أوكرانيا لوضع اقتصادي متدهور إلى تململ داخلي لم يشعر به، تقفل عليه كل الأبواب بروباغندا بوتين. فمن هنا المسألة السورية يريد أن يقايض بها أشياء كثيرة السيد بوتين، ومن من من بينها تلك الملفات المفتوحة أمامه. ومن هنا أيضا يتمسك بالنظام القائم في دمشق ويرى أنه هو الأنسب، وأعطوني بديلا. حقيقة هو بذلك ليس فقط يشبه النظام بارتكاباته، قتله نصف مليون إنسان، تشريد نصف البلد، بتدميره نصف البلد إلى آخر ما هنالك، هو أيضا عليه تبعات بهذا الموضوع. الآن مع أن طورنا هذا الأمر ووسعنا فيه واستطردنا فيه كثير، لكن ببساطة شديدة أستطيع أن أقول لك أن هذا الاتفاق صمم بشكل أو آخر للحفاظ على ماء الوجه. في وقت من الأوقات نحن نعرف أن بوتين حمى وجه أوباما عندما تمت السيطرة على السلاح الكيميائي في سوريا، وتم تجاوز ما يسمى الخط الأحمر الذي رسمه أوباما. الآن رد له السيد أوباما بأنه سلمه الملف بكامله، يعني أيضا مسألة المقايضات على دمنا وعلى تدمير بلدنا كلها مستمرة. يعني لا يوجد في تاريخ البشرية أنه حالي أو وضع مر كما هي الحالة ما حدث في سوريا، لأنه الكل يخشى من أن تنجح الثورة السورية. في حال نجحت حقيقة أستطيع أن أقول وربما أجزم بأن تغيرا حقيقيا سيحدث في العالم، ليس فقط في منطقتنا، لأن هذا الإنسان الذي استطاع أن يخرج ويطلب الحرية في وقت من الأوقات أحدث معجزة حقيقية ولم يتم التجاوب معه. ومن هون هيك اختار النظام من البداية مسألة الحل الأمني ومسألة القتل والدمار إلى آخره لكل من يقول له لا. نعم. هذا الوضع الموجود، ويأتي هذا الاتفاق الآن جزء من سلسلة في المطمطة في المسألة السورية، في استرخاص الدم السوري والدمار الذي يحدث. آخر اهتمامات إنه يكون في سوريا آلام وأوجاع ودمار ودم إلى آخره. هم لهم اجنداتهم خاصه ويريدوا ان ينجزوها. لم يستشر احد في هذا الاتفاق حقيقه، له فيه من الهينات وفيه من الثغرات ما لا يحصى، ليس فقط ما احتواه الاتفاق وانما ما لم يحتويه. على سبيل المثال ليس هناك اليه للمحاسبه، يستطيع طيران النظام ان يقصف ان يفعل ما يفعل، والاختراقات واضحه اليوم، ولكن لا احد يستطيع أن يحاسب، لأنه ليس هناك آلية يستطيع أن يحدد الجهة الإرهابية التي يريد الروس. الروس يحددون ذلك ولا يحاسبهم أحد كعضو في مجلس الأمن إلى آخره. أمام مشكلة كبيرة حقيقة ولنا الله. نعم. كنت سأسألك دكتور يحيى في هذا السياق، أنه قلت لي بأنه لم يتم أخذ وجهة نظر أي أحد، يعني بوصفكم المستشار للهيئة العليا للمفاوضات، هل تم أخذ وجهة نظركم أو وجهة نظر المعارضة السياسية والعسكرية، وما هو موقف المعارضة من هذا الاتفاق الآن؟ الآن أقول لك أن الاتفاق ليس وليد ساعة أو وليد اجتماع واحد أو اثنين أو ثلاثة بين لافروف
هو حصيلة كما تذكرون لجان تقنية، لجان فنية وجدت في جنيف على لفترة طويلة، واستطاعت أن تنجز 5 ملفات على مدار شهرين من الزمن تقريبا بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات. الآن لم نعلم به، لا أستطيع أن أقول أن علمنا ببعض التفصيلات التي يمكن، ببعض النقاط التي يمكن أن تطرح، ليس من خلال استلام وثيقة معينة، لأن عندما قالت روسيا بأن النظام على علم بذلك وحيط علما بذلك، أعتقد أن هذا جزء من الكذبات الأساسية اللي بتسويها روسيا، لأن هي المتحكمة ولها اليد العليا. بالتأكيد طمأنة أن الاتفاق ممكن يكون لصالحه، ومن هنا أتت السرعة الرد بأن الموافقة على هذا الموضوع، لأنه يعلم تماما أنه يستطيع أن يخترق هذا الاتفاق وليس هناك أي محاسبة أو أي حدا يسأل. هذا الأمر حقيقة مثل ما قلت يعني أنه استهانة بالدم السوري، بالوضع السوري بشكل عام. عودة للنقطة التي تفضل بها حول أنه المعارضة ما تستطيع أن تفعل أو شيء من هذا القبيل، ببساطة القصة ليست قصة معارضة، هي قصة صوت سوري أو شعب سوري أهمل بعد تلك الصرخة التي أطلقها. لا أحد يتعاون معه بشكل حقيقي وصحيح وصادق، بينما تجد الكل يتعاون مع حالة الباطل الموجودة، مع حالة القتل وحرصهم من خلال إيجاد حزب الله بداية، من خلال حزب الميليشيات في إيران تدخل، لم تستطع أن تثبت النظام، تدخلت روسيا وبحالة احتلال وأنجزوا كل هذا الموضوع. وأنا أتوقع من روسيا أن تكون تحتل مكان وعبر طريقة على طريقة نسيت اسم هاي بفرنسا وقت الحرب العالمية الثانية، فيشي على مبدأ حكومة فيشي. لا أعتقد أنها ستفرط بحالة فيشي، لكن أعتقد أن أيضا أن صوت الناس وقوة الناس وهذه الثورة لن يقف وجه لا فيشي ولا لحط فيشي ولا هؤلاء الذين يتآمرون على الشعب السوري الآن. نعم، أبقى معي دكتور يحيى. أستاذ هيثم، يعني برأيك لماذا كشفت روسيا عن بند الاتفاق الروسي الأمريكي الآن في ما تسعى الولايات المتحدة إلى إخفاه؟ يعني الآن الجميع يطالب أمريكا ومنهم روسيا أيضا بنشر بنود هذا الاتفاق، لماذا لا تكشف روسيا عن بنود هذا الاتفاق؟ لماذا تكتفي فقط بتوجيه أو التوجيه للولايات المتحدة بالكشف عن هذه البنود، والذي طبعا سربت أحداه روسيا بأنه الهدف منه الآن فصل المعارضة المعتدلة عن من تصفهم روسيا بالإرهابيين؟ تفضل. يعني أولا نحن نحمل الروس والأمريكان كل ما أسينا وكل ما يحدث في سوريا، وهذا ليس، هذه مغالطات وليس هذا الكلام ليس صحيح. لا يعني روسيا لم تدخل إلى سوريا، والولايات المتحدة يعني تدخلت في سوريا. هو أمر وأزمة بين السوريين أنفسهم، وهم وجدوا المناطق الفارغة اللي يدخلوا من خلالها. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أن روسيا اتفقت مع الولايات المتحدة على بنود، ويعني وهذا اتفاق بين دولتين كبرين أو عظميين، وروسيا تدفع بالولايات المتحدة للتصريح ويعني من ببعض البنود السرية الموجودة في الاتفاق. لكن من البداية لم يكن أحد يعني يرى أن هذا بند سري هو فصل المعارضة أو فصل المسلحين المعتدلين عن الإرهاب. هذا ما قالوه من اليوم الأول، أنهم يريدوا محاربة الإرهاب كجبهة النصرة وداعش
والفصائل المنتمية لجبهة النصرة، لكن ما قالوه خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر أن هناك جيش حر ومعارضة معتدلة ومعارضة مسلحة معتدلة، وهذا ليس موجود لا في قانون دولي ولا في قانون أي 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 دولة أن هناك معارضة مسلحة. على جميع الأحوال أرادوا تحييد من قاموا أو يدفعون للائتلاف أو يدفعون لدول أخرى عن الإرهاب بذاته كجبهة النصرة. هذا من ناحية، لكن هناك مقابلة لسيد جون كيري في نيويورك تايم تكلم بصراحة شديدة، يعني بصراحة كبيرة عن الوضع والأزمة في سوريا. قال ماذا تريدوني أن أفعل؟ فشلت جميع المكونات المعارضة من الائتلاف، وفشلت الدول الإقليمية واتخذت قرارات خاطئة في الأزمة السورية، الدول الإقليمية التي تدخلت بالجانب الآخر كالسعودية وقطر وتركيا وغيرها، فشلت فشل ذريع. فماذا تريدون إذا الجميع من الائتلاف إلى ما كان يسمى المجلس الوطني إلى الدعم الأوروبي إلى الدول الإقليمية كالسعودية وقطر وتركيا، إذا فشلوا فشلا ذريعا، فماذا تريد من الولايات المتحدة أن تفعل؟ هل تصطدم مع روسيا؟ لم تصطدم مع روسيا، ستتفاهم مع روسيا. الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفعل شيء، لا لها حلفائها في المنطقة، وهؤلاء الحلفاء فشلوا. أما في الجانب الآخر حلفاء سوريا كالاتحاد الروسي كإيران وحزب الله على الأرض وجميعهم أنجزوا إنجازات جيدة وبقوا متماسكين يعني، وقراراتهم أو من رأس واحد يشاورون بعضهم ويخرجون بالقرارات التي يعني هي مصلحة لهؤلاء الحلفاء. وأنا أتكلم هنا عن بشكل حيادي كامل، فهؤلاء أنجزوا إنجازات على الأرض، أنجزوا إنجازات على الساحة الإقليمية، أنجزوا إنجازات على الساحة الدولية، لكن في المقابل حلفاء المعارضة الذين كانوا 130 دولة وتقلصوا إلى 10 أو 15 دولة، لا أعلم الرقم بالضبط حاليا، لكن هؤلاء فشلوا فشلا ذريعا باتخاذ قرارات خاطئة كان على المستوى التعامل مع ما يقال عنه المعارضة السورية، التعامل مع الوضع الإقليمي، التعامل مع الوضع الدولي. ولكن أنتم جماعة المعارضة يعني تريدون لوم الولايات المتحدة وكيري. كيري لن أو الولايات المتحدة لن تصطدم مع روسيا اصطدام عسكري من أجل السوريين. هم يعرفون أن هذه مناطق سيطرة. يعني هل 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 تعتقد بأن الروس سيفعلونها؟ سيفعلون ماذا؟ سيتصدون أو سيواجهون الأمريكيين من أجل السوريين؟ لا، الروس لن يواجهوا، لكن هناك يعني هذه عملية. إن اتفقت مع الحكومة السورية أو مع الدولة السورية أو لم تتفق قول ما تشاء. لكن ما زالت دمشق التي تمثل الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة وعلى المحافل الدولية. وعندما تقول دمشق أن هذا حليفي ولي اتفاقات استراتيجية معه، لا تستطيع أن تلغيها الولايات المتحدة. يعني نحن هل نستطيع في سوريا أو أي دولة أن تلغي الاتفاقات الاستراتيجية الموجودة مثلا بين الولايات المتحدة والسعودية أو قطر؟ لا تستطيع إلغاء. إذا كانت دمشق هي التي تقول أن هؤلاء حلفائنا وسنتعامل معهم عن قرب مع حلفائنا، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقول لا، هؤلاء ليسوا حلفائكم وتصطدم مع روسيا. يعني دولتين عظمتين ولديهم من الأسلحة الكثير والسلاح النووي لا يصطدمون. هذه عملية مصالح. لكن نحن وأنا يعني أنا معروف أنا موالي للحكومة السورية،
وقلناها عدة مرات، الائتلاف فشل، اللاءات الكثيرة، هذه ليست سياسي، الرفض ليست سياسي. يعني عندما ذهب الدكتور بشار الجعفري إلى جنيف وقال قبل المحادثات نريد الاتفاق، أن هؤلاء معارضين سياسيين ويستطيعون قول أنهم ينبذوا الإرهاب، لم يستطع واحد منهم في بأمر من الحلفاء الإقليميين أن يوقعوا على وثيقة نبذ الإرهاب. ما هو الإرهاب؟ الإرهاب فاحش، الإرهاب النصرة، الإرهاب من يقطع الرؤوس، والإرهاب من يقطع الأيادي ويقتل. الإرهاب القاعدة في سوريا، نحن ليس من أول وضعها على قاعدة على لائحة الإرهاب، الأمم المتحدة هي التي وضعتها على لائحة الإرهاب، الولايات المتحدة والغرب وتركيا والجميع وضعوا هذه المجموعات على لائحة الإرهاب. لكن عندما أتوا على سوريا طبعا نقول عنهم إرهابيين وهم موجودين على لوائح الإرهاب، لكن الجميع تعاون معهم. وأنا كنت من يومين في حلقة مع السيد منذر ماخوذ، لم يستطع أن يقول جبهة النصرة هي جبهة إرهابية لترابطها. حاولوا هذا الائتلاف أو المسلحين على الأرض الاستفادة من هذه المجموعات الإرهابية، لكن ما حصل أن هذه المجموعات الإرهابية تضخمت كثيرا وهي اللاعب الأساسي على الأرض، وليس الجيش الحر أو هذه الفريق، هذه التفصيل هنا وهناك. هذه هي السياسة. الولايات المتحدة تنظر إلى هذا الأمر، تنظر إلى هذا الفشل، تنظر يعني أن طبعا هي تريد أن تبقى لاعبا وتبقى لاعبا سياسيا وهي لاعب دولي، لكن إذا لم تستطيع أن تحصل شيئا من المجموعات التي تدعمها كالائتلاف وغيره، طبعا ستتجه إلى الخصم الروسي ويكون اتفاق. يعني هذا شيء طبيعي جدا، لكن في الائتلاف أو في المسلحين أو مجموعات أخرى يحملون الولايات المتحدة. ماذا تريدون؟ الولايات المتحدة أن ترسل جيشها وطائراتها؟ لن ترسل. هيلاري كلينتون قالت من الآن لن يشترك الجيش أو السلاح الجو الأمريكي في سوريا إن أصبحت هي رئيس. الرئيس أوباما لا يريد الانخراط، صرح قبل سنتين أو ثلاثة أنه متجه إلى الشرق الأقصى، لكن الأزمة السورية أوقفته عن هذا الاتجاه أو تعثر بهذا الاتجاه عن الشرق الأقصى قليلا بالنسبة للأزمة السورية. والولايات المتحدة عقدت من المؤتمرات أصدقاء سورية وغيرها وبذلت جهدا كبيرا، لكن فشل المجموعات، فشل ما يقال عنه معارضة، فشل الدول الإقليمية يعني بتحصيل أي شيء، وضع الولايات المتحدة، أنا لا أدافع عن الولايات المتحدة، في موقف صعب جدا. يعني عندما يذهب أعضاء السياسيين لنا، والسيد يحيى العريض يقول هو واحد منهم، يعني الولايات المتحدة وأوروبا تعرف تماما أن ما السياسي الذي يقول نعم هو يقول من المحتمل، وعندما يقول من المحتمل ممكن أن يقول لا، أما إذا قال لا فهو ليس. نعم دكتور يحيى تفضل، كيف ترد؟ بداية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لا أحد يرجو منها أن تدافع عنه، وهي في وقت من الأوقات تحدث عن خط أحمر بعد ارتكاب جرائم الحرب في سوريا من قبل النظام، ولم تقدم على شيء. ببساطة عندما تم التصويت على ذلك القرار في الأمم المتحدة، أقول لك بصراحة أنه لو لم يستخدم بوتين حق النقض الفيتو لحماية الإجرام لكانت الولايات المتحدة بذاتها استخدمته، هذا ببساطة. أما بالنسبة لفشل المعارضة، لا أحد أيضا يرافع عن معارضة، مسألة صوت سوري خرج ليطلب جرعة من الأكسجين لكن قوبل بالنار والقتل والدمار والتشريد وكل ما هو معروف أصبح لكل العالم.
والإنجازات التي أنجزت من قبل إيران وحزب الله حقيقة مشهودة، هذه الإنجازات وأنا أقر بها فعلا هي إنجازات. بعد أن استقتل أهل الجنوب في سوريا في بيوتهم، رد لهم الجنيل لحزب الله وقتلهم إن كان في القلمون أو في الزبداني أو في مضايا، ولا زال يقوم لهذا الأمر خدمة لإيران كبرودة للأجرة للقتل بيد الملالي. لا أحد يدافع كما قلت عن مسألة المعارضة، وعندما يأتي الجعفري ويقول عرف الإرهاب يستطيع ببساطة أي شخص أن يقول له ما هو الإرهاب واضحة ويوقع على شيء على 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 أي ورقة مكتوب فيها ما هو الإرهاب. إن لم يكن القصف بالبراميل إرهاب فما هو الإرهاب؟ إن لم يكن تدمير أكثر من نصف سوريا إرهاب فما هو الإرهاب؟ إن لم يكن تشريد أكثر من نصف سوريا إرهاب فما هو الإرهاب؟ ببساطة عندما نقول عندما نتحدث عن النصرة أو القاعدة، من يقول أن القاعدة ليست إرهابية؟ الكل مقر بهذا الموضوع، وكأنها المعارضة أو أي جهات أخرى أو حال عريضة أو غيره عم يقول عنها ليست إرهابية، هي إرهابية بنت إرهابية. فيه أي إنسان سوري يقول هذا الكلام، لكن أن توصم الجهات الأخرى الضفة الأخرى بأنها لم تعرف الإرهاب فهذا منجز عظيم. من ناحية أخرى، حزب الله بعظمة لسانه قال أنه لولا تدخله لسقط هذا النظام، هو قال ذلك ولم نقل ذلك. وأتى تحت ذريعة حماية المراقد إلى آخره، وتحولت الأمور أن طريق القدس تحت المنع والمنع من حلب. من جانب الآخر، إيران وإنجازاتها هي أيضا تقول أنها تضع يدها على 4 عواصم عربية. إن لم يكن هذا إرهاب، أين الإرهاب؟ وكل ذلك إن كان إيران أو حزب الله لم يستطيع أن يبقوا على هذا الحال القتلى في بحكم دمشق. استدعى ذلك أن تتدخل دولة تسمى عظمى، روسيا، في أيلول 2015 بتدخل رسمي بتوقيع اتفاقية مع ما سمي النظام الشرعي في دمشق. كويس، دخلوا وأيضا أنجزوا إنجازات واضحة المعالم على الأرض. هم الآن يدافعون عن هذا الأمر من ناحية سياسية، ويوقعون هذا الاتفاق، يوقعون الاتفاق مع جهة ليست داعمة لا للمعارضة السورية ولا للشعب السوري، تحت ذريعة النأي بالنفس. هي تركت شعب يذبح أمريكا. لا أحد يترجى أمريكا أن تأتي وتنقذه، لا، المسألة مسألة نظام تخلى عن شعبه، نظام قتل شعبه ببساطة شديدة واستعان بالغرباء والميليشيات مختلف دول العالم ليقتل شعبه. هذه القصة، ليست القصة أي شيء آخر. إذا الآن عدنا للاتفاق وهو موضوع الحلقة. الاتفاق وضع لحفاظ على ماء الوجه لهؤلاء المتآمرين على الشعب السوري. نقص عدد الذين ادعوا أنهم أصدقاء الشعب السوري من 130 إلى 10. لا، هني بالأساس ما كانوا أصدقاء الشعب السوري. بالأساس ما كانوا أصدقاء الشعب السوري. كانوا أصدقاء النظام بالذات الذي قدم خدمات جلة لكل العالم. ولا زال يقف إلى جانبي. ويحمونه في الأمم المتحدة ويصنعون اتفاقات تناسبه تماما. هذا الذي يحدث. الإنسان السوري الذي ترك لربه ولا أحد يرد صوته كما يقال، هذه القصة وليست أي شيء آخر. المسألة مسألة قالتها إسرائيل منذ البداية، ليس بصريح العبارة لكن بشكل موارب، أنها لا تتدخل بهذا الموضوع وهذا الوضع القائم في دمشق يناسبها، وأبلغتها للولايات المتحدة الأمريكية، وكان لها اليد الطولة في سحب هذا السلاح الكيميائي مقابل بقاء النظام على كرسي الدموي. هذا الذي حدث. الآن المفتاح في مكان معين، عندما تشبع إسرائيل من الدم السوري تنحل الأمور، لكن يبدو أن هؤلاء لا يشبعون.
هؤلاء لا يشبعون ويستخدمون إن كان روسيا أو أمريكا أو هؤلاء المتبجحين. كل هذا الأمر يستخدم من أجل يعني تضييق الحياة على هذا الإنسان السوري، بعترته في أربع بقاع الأرض، تدمير بلده، تشريده، قتله، وضعه في الزنزانات. النظام بيعتبر حاله أنه قوي، حاطط ربع مليون إنسان داخل معتقلاته، داخل سجونه. أين هذه القوة؟ قوة على 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 على, على الشعب. إسرائيل تحتل الأرض جولان لها أربع عقود وما حد افتكر فيها. حتى إسرائيل تدخل في بعض السياقات من أجل إعادة تعويم النظام وإعادة جلبه للحياة. هذه المسألة. إنسان السوري هو فعلا أثبت أنه مخيف لهذه الدرجة، إن كان لهؤلاء الذين يدعون مساعدته من دول عربية أو دول إقليمية أو دول العالم. مش مخيف لأنه معه أسلحة ذرية أو شيء، لا، إنسان محترم، إنسان بده حقه، إنسان بيعرف أنه أرضه محتلة في الجولان وبده إياها. لكن بوجود هكذا نظام تستطيع إسرائيل أن تستمر بالتبطح على الحق العربي، على الحق السوري، ولا تفتكر بأي شيء. المسألة أوسع من حتى تلك الدول العظمى التي نحن بصدد الحديث عنها وإنجاز هذا الاتفاق المسخرة. نعم دكتور يحيى الطمعي. أستاذ هيثم، يعني بالنظر للعمليات العسكرية الروسية على أرض الواقع، تبين أن روسيا تميز حقيقة المعارضة السورية من تنظيم الدولة، وبالتالي هي جاءت لقصف المعارضة السورية ولم تحارب تنظيم الدولة، يعني جاءت إلى جانب النظام. هل يحق للنظام أن يأتي بالميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية واللبنانية أيضا والعدوان الروسي أيضا إلى سوريا لمحاربة الشعب السوري، ولا يحق للسوريين أن يستقوا كما قلت أو يريدون الأمريكيين بأن يأتوا لحمايتهم؟ ألا يحق لهم؟ تفضل. أعطيني دقيقة وأنا راح أرجع للسؤال. تفضل. يعني أنا أحد الأشخاص، أكون للدكتور يحيى العريضي كل الاحترام أينما كان موجود، تمام؟ نعم. لكن وأنا لك مني كل الاحترام. تفضل أستاذ، أنت أخ وصديق وهذا شيء نعم. قديم بيننا أكد، يعني أنا لست أنت المقصود بكلامي نعم. الواقع أحلل الواقع وأنت تحلل الواقع. أشكرك دكتور يحيى، سأعطيك الوقت دكتور يحيى، شكرا. تفضل أستاذ طبعاً هيثم. طبعا دكتور، بس أرجو منك دكتور أنه ما تحكي بطريقة هذه الطريقة السطحية الذي رددها الائتلاف ورددها أشخاص من الائتلاف أو أشخاص من المعارضة لا يفهمون بالوضع السياسي الدولي أي شيء. يعني أنا توقعت منك أن يكون الكلام على مستوى عالي من السياسة وال يعني تحليل للحقيقة على الأرض، على الأرض وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. أما ما وهذا ما فعلت أستاذ. نعم أستاذ دكتور يحيى أشكرك، سأعطيك الوقت. لا إلا ذلك يا أستاذ وحياتك. نعم سأعطيك الوقت. تفضل أستاذ هيثم. معلش خلي صبرك رحب واسمعني بس. يعني المشكلة هنا أن بعضهم قال على وعلى مستوى ست سنوات أن النظام له أخطاء كثيرة، لكن هذا لا يبرر أن جميعهم تعاونوا مع مخابرات أعداء سوريا لتدمير الأرض السورية. هذا لا يبرر أبدا. عندما تتعامل هذه المعارضة في الجنوب والمسلحين في الجنوب مع إسرائيل ومستشفيات إسرائيل وإسرائيل تخطف من أجلها، عندما تتعامل هذه المعارضة مع المخابرات وهم شرحوها وعبد الحميد زكريا وغيره قالها علنا مع المخابرات في تركيا مع المخابرات في CIA من أجل تدمير سوريا. نعم. هذه الدول أعداء سوريا، ليس لها مصلحة بسوريا إلا تدمير سوريا. فأرجو منك يا دكتور أنه يكون كلامك، وأنت إنسان يعني أكاديمي سياسي من الدرجة الأولى، أن تلتقي أنت بالذات بمستوى هؤلاء لمواقع أخرى
عالية، ولا نقول أن هذا دمر. أنت تعرف تماما دكتور لماذا دخل حزب الله إلى سوريا، وتعرف تماما لماذا روسيا في سوريا تساعد الدولة في سوريا، وتعرف تماما لماذا إيران. أما هو أن من أجل قتل الشعب السوري فهذا ليس كلام صحيح. نعم. أعطني أستاذ هيثم، أعطني مستشفى لم يقصفه النظام والعدوان الروسي حتى نرسل إليه جميع الأهالي في 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 درعا، في ريف درعا، إذا كنتم تقولون بأنهم يذهبون إلى المشافي الإسرائيلية. أعطنا مشفى لم تقصفه روسيا والنظام لكي نرسل عليه الجرحى والشهداء. تفضل. طبعا يا دكتور، من يضع السلاح في المستشفيات بجانب المستشفيات، ومن يضع الكاتيوشا وغيره بالجوامع، ومن يدخل بين المدنيين ويدخل بيوت المدنيين ليقصف هنا وهناك، نعم. هذا ليس له حق بدخول المدنيين. نعم، أنا أفهم المعارضة ولو أخذت ربع سنوات أكثر تكون بغير طريقة. أما أن تجابه دولة وجيش بالسلاح وتأتمر بمخابرات غربية ومخابرات عدوة لسوريا وتدفع هذه المخابرات لهؤلاء إلى اليمين ولا الشمال ولا تسمير، هل الولايات المتحدة هي يعني زعلانة كثير يعني على تدمير أي شيء في سوريا؟ هل روسيا حزينة؟ ولا روسي إذا، لكن هناك ولا النظام أيضا. هناك قضية الروسي وحلفاء مع الدولة السورية، عندما تقرر هذه الدولة السورية أن تقول لحلفائها لا أريدكم على الأراضي السورية، تستطيع قول ذلك وسيذهبوا. لكن هل تستطيعوا أنتم من أتيتم بالإرهاب بالسيشاني والليبي والتونسي وغيره إلى الأراضي السورية، أما أتيتم بالقاعدة، أتيتم بداعش عن طريق تركيا، هل تستطيعون أن تخرجوهم؟ نعم، يعني القاعدة، نعم، سأعطيك الوقت دكتور يحيى. القاعدة يعني تم تصديرها من قبل النظام وهي عادت إلى أحضانه الآن، يعني نحن نتذكر كيف كان النظام يصدر القاعدة إلى العراق وإلى غيرها. نعم، هذا كلام لقد مللنا منه. قلنا النصرة في البداية خطوة النظام، قلنا داعش خطوة النظام، يحرق أخطر النظام اللي بتاوي ناس لسان يجوا يدمروا ويضربوا ويقضوا أطفاله، نعم، يقضوا مستشفياته ويدمروا مؤسساته ويتعامل مع أمريكا ومع بريطانيا ومع روسيا، هذا النظام، ومع روسيا ومع فرنسا ومع السعودية، يعني نعم. هذا النظام نظام سوبرمان يا أخي. نعم، الكلام هذا. نعم، هذا كلام. تفضل. نعم، شكرا. تفضل كلام سياسي، كلام مرضي. تفضل دكتور يحيى. على ايش بدي اتفضل؟ اريد يعني في قراءات بعض المحللين يقولون طبعا ان الروس الان وهذا الاتفاق الان الذي تم بحثه، والان طبعا قبل قليل قالت روسيا بانها تريد تمديده ل 72 ساعة اتفاق وقف اطلاق النار. اريد ان اسألكم كمعارضة سياسية، يعني انتم تعلمون ان مجموعة اصدقاء سوريا والولايات المتحدة انصرفت الى محاربة تنظيم الدولة وليس الى محاربة النظام، على من تعولون الان؟ تفضل. حقيقة الانسان السوري ما عاد يعول على حدا، ولا هو إيجاب رهاب لبلده. نعم. والنظام أثبت أنه فعلا سوبرمان. أنا بوافق الأستاذ سباهي أنه النظام قدر استخدم كل الأدوات اللي بين إيديه لحتى يبقى. نعم. وبما في ذلك التفجيرات في بعض الأمكنة، لأن هذه التفجيرات تثير تعاطف و تثبت المقولة التي يسوقها بأنه يحارب الإرهاب. نعم. هذا معروف أيضا بالنسبة لأفعال المخابرات، وخاصة أنه الأستاذ سباهي بيتهم الآخرين أنه يعني بيتعاملوا مع المخابرات. لا، لو بده يتعامل مع المخابرات الواحد كان يتعامل مع المخابرات. نعم نعم، سأعطيك الوقت أستاذ هيثم، سأعطيك الوقت أشتر. سأعطيك الوقت، تفضل دكتور يحيى. هي المخابرات السورية أشطر، ويعني أقل بيعرفوا عربي، يعني لا تركي بنعرف ولا يعني بنعرف شوية إنجليزي، بس بنعرفش CIA. على كل حال،
ليست هذه القصة موضوعنا، موضوعنا هذا الاتفاق والذي يصر الروس أن ينجحوه، وإذا استطاعوا أن ينجحوه فهم حقيقة مشكورون. أي توفير لأي قطرة دم سوري حقيقة يعتبر منجز لسوريا، منجز حقيقة، يعني لأنه صارت الحالي دائمي بهذا النزف الذي لم يتوقف كل هذه الأعوام. يعني ما بعرف إذا حدا بيقدر بينكر أنه رفع شعار من قبل النظام أحكمها أو أدمرها. ما هي سوريا؟ كنا نراه في الجامعات، يعني سوريا أو الأسد أو نحرق البلد على أبواب السكن الجامعي، يعني تماما هذا وجد هذا الشيء. ومن حقه النظام اللي بيعتبر حاله أسطوري، فعلا أسطوري بقدرته على أنه ذبح الناس وقتل الشعب، يعني وقدر استمر ودعم من قبل الآخرين لهم مصلحة بأن يستمر النظام، لهم مصلحة كبيرة. لكن هاجسنا الأساسي نحن ليست مسألة استمرار نظام، استمرار بلد، عودة بلد للحياة، عودة الناس اللي اقتلعوا واللي شردوا في أربع بقاع الأرض كما هو معروف. هذا الهاجس الأساسي. المسألة ليست مسألة معارضة، مين عم يرافع عن المعارضة؟ حتى العبارة صارت منكرة. ليست القصة قصة معارضة، ليست قصة مجلس وطني وائتلاف كذا. أنا شخصيا معلش، يعني أنا لست في وارد المرافعة عن حدا، أنا بوارد المرافعة عن الإنسان السوري وعن عودة سوريا للحياة. وهناك من يريد إما أن يحكم سوريا لو بالدم أو يدمرها. نعم. هذه القصة باختصار شديد. إذا قدر الروس مددوا 72 ساعة وإذا مددوها أسبوع فهذا أقول مشكورين عليه. وببساطة أيضا هناك ناس محاصرين. ما نسينا قصة الجوع والركوع. شو البطولة بأنه نظام يحاصر ناس ليموتهم من الجوع؟ حدث هذا الشيء بالزبداني، بمضايا، يحدث في الوحر، يحدث في حلب، في كل أنحاء سوريا. يا بتركعوا يا بتجوعوا ولا تموتوا. نعم. هذا المبدأ اللي عم نشغل عليه. فقط أنا كإنسان سوري إن شاء الله أكون مع الشيطان الرجيم، بس ما بقبل هذا الشيء مين ما كان يكون. نعم. والبروباغندا أو الإعلانات أو الكذب الذي يساق كافي، عاد حلنا نستوعبه. أعتقد أننا نمتلك قدرة عقلية أن نحاكم الأمور بشكل أفضل. ما عاد ينطل علينا أطلاقا أنه القصة قصة ممانعة ومقاومة، ولا حد ينطل علينا أنه إسرائيل عدوي بالنسبة لهذا النظام، أنه إذا إسرائيل من شان نسب مصداقية هذه المعارضة للنظام راح كم بني آدم اللي عندها الدو يضربوا هني وياها لما الدو عندها. لا تسأل القصة. نعم. مليون واحد. نعم. لا إسرائيل لسواد عيونها عم تسوي هذا الشيء لنسب مصداقية هؤلاء الذين يقاومون هذا النظام. نعم تفضل دكتور يحيى. أنا خلصت معه. نعم نعم أستاذ هيثم، يعني كيف ترد؟ تفضل. والله أنا يعني نحن كل السوريين نعرف أن هناك مآسي للشعب السوري ابتلى فيها هذا الشعب السوري، لكن ما هي البدائل؟ ما هو المشروع؟ المشروع مشروع مواطني للجميع. نعم. ومن أراد العمل بالسياسة فليعمل بالسياسة. هناك مشروع في سوريا على الأرض السورية حاليا، مشروع مواطني ومشروع تكفيري. يعني أين تريد هذه المعارضة أو ما يقول عن أنفسهم معارضين أن يتجهوا؟ الدكتور يحيى هو مستشار يستطيع أن يملي على هؤلاء أو يستطيع أن يعني يتناقش مع هؤلاء بمشروع المواطنة. وأنا واثق الدكتور يحيى يعرف ما هو مشروع المواطنة. يعني إذا كان هناك أخطاء، الأخطاء ليست هي أن نقتل وأن ندعم من هو لا يريد الخير لنا وندعم من هو يريد أن يدمرنا. نحن شاهدنا بالماضي عندما قالت الولايات المتحدة أن تريد اللجوم على سوريا، كيف صفق المعارضون، وكثير منهم 90% منهم من قال على الجيش الأمريكي دخول سوريا. هل تدري ما هو دخول الجيش الأمريكي سوريا؟ مذابح دخول الجيش الأمريكي إلى سوريا.
عندما قصفت إسرائيل بالأراضي السورية صفقوا اليوم في الجبهة الجنوبية يذهبون إلى إسرائيل تداويهم في مستشفياتهم وترسلهم عندما يعني يتم الشفاء ترسلهم باتجاه قنيطرة ثانية. تقصف معاهم يعني كفى نرجوكم كفى لأنه ليس من استشهد أو قتل أو سميه ما شيء أو جرحه هم الذين يعانون فقط. هناك الشعب في سوريا بالكامل حتى في دمشق يعاني من الفقر، يعاني من الحرمان، يعاني من اللجوء، يعاني. فكفى هذه الدول إذا لم يكن هناك مشروع للمواطنة، مشروع مواطنة يتفق عليه الجميع حتى يعني في السياسة يا سيدي العزيز، في السياسة تخسر نقاط وتربح نقاط، لكن النقاط التي خسرتها اليوم ممكن أن تربحها لاحقا إذا عملت على الأرض. هذا أنا ما أطلبه بالسياسة، لكن أن نقوم مرة واحدة ولا نريد التراجع في بعض الأحيان. يعني معروف نحن عنا العرب ما برجع لورا، حطيت إيدي على شواربي لقلت في هذه الشوارب يعني نحن لم نضع يدينا على شواربنا. أشكرك، أريد أن أشكرك، قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. المحلل السياسي هيثم سباهي والدكتور ومستشار الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور يحيى العريضي كنتما معي، شكرا جزيلا لكما. مستمعين، في نهاية هذه الحلقة نود أن نشكر حسن استماعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة.